جديد هو انه كما تكلم يزيد وكان وسائل الان تكلمت عليها انه الناخب الوطني بالماضي كان ما نقولوش اعلن لانه ماشي في العاده تاعو انه يعلن عن القائمه الموسعه ويدير قائمه موسعه يبعثها للفيفا تكون فيها 40 الى 44 لاعب دي فوق 35 لاعب ومن القائمه هذه الموسعه ياخذ القائمه النهائيه تاعو اللي تكون فيها 23 الى 25 لاعب. نظن انه هو كان راسل الفيفا وبعث القائمه تاعو وكانوا خرجوا بعض الاسماء من هنا وهناك وبالعكس المدرب ريغو بيرسون مدرب جديد للكاميرون كان اعلن عن القائمه تاعو الموسعه. احنا نتكلم على القائمه جوستومون جوست ابخي بعد قليل نقولوا انه الناخب الوطني شفناه في ندوه صحفيه يزيد راح ما حش يغير كثير في التشكيله تاعو لانه من دون شك ثلاث سنين هو يعمل من 2018 هو يعمل مع تقريبا مجموعه واحده ما راحش يغير في يعني في مباراه نقولوا مصيريه التشكيله تاعو ولكن راح يكونوا بعض اللاعبين اللي بلوز اون فورم لاعبين اللي راهم يلعبوا بانتظام في الاسابيع القليله هذه الماضيه لاعبين لهم اللي راهم يبانوا في الانديه تاعهم ويلفتوا الانتباه هما راح يكونوا في القائمه كذلك. ما نظنش انه راح يعتمد على اللاعبين اللي ما يلعبوش كثير عكس بعد نقولوا بعض اللاعبين في صوره موندي اللي ماهوش يلعب مع فريق فيلا ريال اللي ما نظنش انه حيستغنى عليه بالماضي في المقابلتين هذوما الجايين. يبقى امبيلي في المنتخب الوطني ولكن صعب جدا انه يلعب المباراتين ضد المنتخب الكاميرون. هل